اللهم وفق إخواننا في باكستان، اللهم وفق إخواننا في باكستان، اللهم اجمع قلوبهم ووحد صفوفهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان والسنة، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان والسنة، اللهم اجعلهم إخوة متحابين متآلفين على الخير متعاونين، اللهم ارزقنا وإياهم أمنا وإيمانا وسعادة واطمئنانا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احقن دماء